ودلوقتي مع الفقرة السادسة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق، وطبعا سؤال بعشرين نقطة وسؤال بتلاتين نقطة. أول سؤال محمد محمود سعد، اتفضل يا محمد. وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا محمد. أدب، سؤال في الأدب، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين. بعشرين نقطة، يبقى السؤال الأخير إجباري بتلاتين نقطة. اتفقنا؟ أدب. والسؤال هو، من هو الأديب الياباني مؤلف رواية الجميلات النائمات؟ House of the Sleeping Beauties، اتنشرت 1961، بتحكي عن سعي العجزة في استعادة شبابهم داخل منزل غامض. عبد الحميد، إجابتك. هاروكي موراكامي. أنا قلت 1961 في التاريخ ده، تبقى طبعا إجابة خاطئة. في إجابة؟ ما فيش إجابة. مين أول أديب ياباني يحصل على جائزة نوبل 1968؟ ياسوناري كاواباتا، أول أديب ياباني يحصل على جائزة نوبل. الرواية دي مشهورة جدا. طار 20 نقطة من أبو زعبة. السؤال الثاني أحمد عادل، اتفضل يا أحمد. هنشوف أحمد عادل وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا أحمد. رياضة، رويال هاوس، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30 إن شاء الله. ندوس على البزر. رياضة. والسؤال هو، من هي أول حكمة عربية تدير مباراة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم رجال؟ عندها 36 سنة. كانت مباراة ما بين نيجيريا وغينيا بيساو في أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2023، وحكمت في الأولمبيكس كمان. تخمين، شاهين ده مغربي؟ أرض لك. إجابة خاطئة. تمام. 30 نقطة. في إجابة؟ ما فيش إجابة. بشرة كربوبي. طيب، طار السؤال.